بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الفراولة، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بإذن الله تعالى هتكلم عن الفراولة من الألف للياء. وفي أول حلقة دهيت عايز أخد بس تجهيز الأرض للزراعة، وطبعا لما بنقول تجهيز الأرض للزراعة فنقصد هنا الفراولة اللي هي الإيه؟ الفراولة الـ الأرضية، تمام؟ مش اللي هي في الهيدروبونيك واللي احنا بنشوفه في الخليج العربي او الدول الاخرى يعني، واذا كان النظامين شغالين يعني. ولكن طبعا بالنسبة لي الارضي هو المشهور اوي في مصر، واللي الناس بتطالب بان احنا يعني ندي نبذة عن زراعة الفراولة الارضية، تمام؟ مبدئيا كده انا ما بحبش اللي يقول ان الفراولة محصول مدلل وان الفراولة محصول مرعب والكلام ده كليته، هي نبات زيه زي اي نبات، تمام؟ ليه عمليات زراعية معينة في مواقيت معينة وبترتيب معين. اذا حضرتك اتبعت المواقيت المعينة والترتيب المعين والاتقان في كل عملية هتلاقي نفسك امورك زي الفل وتمام التمام والدنيا ممتازة معك. أما لو أهملت في أي عملية أو اتأخرت عنها يبقى في الحالة ده هي لا تلومن إلا نفسك، من حيث كل حاجة، من أول التجهيز للزراعة لمكافحة الأمراض الليلة اللي احنا فيها دي بحالها، تمام؟ فتعال بينا نتكلم عن تجهيز الأرض للزراعة وإضافة المادة العضوية والكلام ده كلته. مبدئيا كده اي واحد في مصر بحالها وفي العالم كله لو حبيت تقول له تكلمني على محصول معين ازاي نحط السماد الارضي وسماد الاساس والمادة العضوية وكده، مفيش اتنين هيتفقوا مع بعض على حاجة معينة. ليه؟ الحاجات دي يا جماعة في الاول وفي الاخر ما هيش قرآن يعني، تمام؟ بتختلف من واحد لواحد وهكذا يعني، كل واحد شايف يعني ان هو المفروض يتعمل كده، تمام؟ فما يعني في القصه دي بالذات ما تحاولش تجهد نفسك في الموضوع ده هوت وتقول لا ده الا ولازم 2 كيلو، ده الا ولازم 3 كيلو. في التجهيز بالذات، في تجهيز الارض بالذات للزراعه، اول حاجة انت هتضيف المادة العضوية، ودي مهمة لأي محصول. واللي يقول لك المادة العضوية ملهاش لازمة او ان انا هدي لك هيومك او هدي لك فولفك وادي لك بولفك والقصص الحمضانة دي، كل ده يبل ويشرب ميته. لو واحد جه قال لك كده يعني، المادة العضوية يا حضرات لا غنى عنها، المادة العضوية يا حضرات بتحتفظ بالمية، المادة العضوية يا حضرات عليها شحنات كهربائية بتحتفظ بالعناصر الغذائية اللي حضرتك بتحطها وما بتعرفش هي بتروح فين، المادة العضوية يا حضرات بتمد النبات اذا انت بطلت في نص المحصول هي شغالة معاه ما بتهمتش خالص، تمام؟ المادة العضوية هي كل شيء للنبات، واللي يقول لك غير كده حط ايديه عين صوابعك في عينيه الاثنين على طول. المادة العضوية المادة العضوية المادة العضوية اذا كانت محترمة ومن مصدر محترم، وهنعيد ونزيد في الليلة دي كلها، تمام؟ المصدر المحترم والمكان المحترم، تمام؟ هتلاقيهم كلك يقول لك خالي من بذور الحشائش والنماتودة. الكلام ده انا ما يلزمنيش في حاجة، انا يلزمني ان فعلا ما يلزمنيش الورقة اللي بيجيبوها ديت، لان انا مسكت كذا مدير كذا شركة وكانت اول حاجة تجيلي الورقة دي، كنت بقول له خد اهو واشرب والله، وشركات كبيرة جدا وشركات بتشتغل في العضو ومش عايز فضايح اكتر من كده، تمام؟ لذلك ما نفعتش في مصر يعني ما نفعتش صحيح يعني فالمهم يعني المادة العضوية تكون المصدر بتاعها محترم وتمام التمام، اما تكون ان هي دواجن او اما ان تكون كومبوست محترم، تمام؟ نباتي بقى تجيب لي حيواني الكمية اللي انت تحطها، المهم انا بحط دواجن 15 متر مكعب للفدان او 20 متر مكعب، الدنيا زي الفل. هتزيد وتقل بناء على خصوبة التربة اللي عند حضرتك، دي رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك هتكون على حسب المحصول اللي كان قبل كده ايه، قد يكون محصول بقولي، في المحاصيل البقولية بتعتبر من المحاصيل المضيفة للتربة، تمام؟
فلما بتزرع وراه حاجة زي المحصول يعني كويس، فخلاص ما يعني حط قليل، ما فيش مشكلة خالص. في ناس ما بتحطش خالص، لو الأرض خصبة معاك أنت حر برضه، مش هنقول لك لازم تحط، ولكن المادة العضوية المادة العضوية المادة العضوية، تمام؟ دي أول حاجة، تمام؟ أو تحط كومبوست بمعدل 25 متر مكعب للفدان، الدنيا تمام. وخد بال حضرتك ده عامل زي أعمالك في الدنيا، يعني بالنسبة للمادة العضوية هتحط في أول، هتلاقي الدنيا ماشية معاك كويس، وهتحافظ على النبات بتاعك طول الموسم، وكمان هتقلل في إضافة السماد المعدني. ليه؟ وأنا في السماد المعدني بصراحة ربنا يا جماعة يعني ما بحطش، ما أحبش أكون يعني برنامج التسميد إلا واللازم، يعني اللي هو الاستاتيك والكلام ده كليته، لا انا عايز البرنامج التسميد بناء على النبات اللي عندي، ده الناس اللي بتشتغل صح يعني، تمام. ولكن لما ما بكونش انا متوفر، يعني لما ما بكونش في مهندس او واحد خبير زراعه متوفر طول الوقت مع النبات، فبنضطر نحط برامج، والبرنامج ممكن يزيد بقى شويه اللي شويه انت بتستحمله وبتاخده على الوضع بتاعه كده وخلاص، تمام. طبعا انا بعرض الصور دهيت بس يعني كأن انا زرعت النهارده، بس انا بجيب لك التجهيز من زمان، تمام. وبعد ما بتجهز حضرتك بنقسم الارض بتاعتنا طبعا للمتر ونص بعد ما نقلبها قلب كويس، تمام. وبنقسم الارض بتاعتنا ل 150 سنتي، ده اللي انا بعمله، غيري بيعمل ايه انا ما اعرفش والله، تمام. بنقسم الارض بتاعتنا 150 سنتي، وبنحط 3 خراطيم زي ما حضرتك شفت في بداية الفيديو، بنحط 3 خراطيم أو 3 هوز على الأرض، تمام. وبنقعد نخمر الأرض بتاعتنا كويس، ولما بنخمر الأرض بتاعتنا بعد ما بنخلص عملية التخمير الأرض بتاعتنا بنضيف السماد المعدني، السماد المعدني اللي هو سماد الأساس اللي هو السوبر فوسفات، تمام، سلفات نشادر سلفات بوتاسيوم كبريت زراعي. لو حضرتك حطيت سلفات النشادر بمعدل 50 كيلو، يعني كيس للفدان او كيسين 100 كيلو، مفيش اي مشكل خالص، مع 100 كيلو بوتاسيوم مع 100 كيلو كبريت، تمام، بوتاسيوم سلفات محبب، تمام، ويا ريت الكبريت يكون محبب، وسلفات النشادر طبعا ما فيهاش محبب، وبتضيفها كلتها بتخلطهم على بعض الخلطه دهيت. ولو في عندك حديد ومنجنيز وزنك صلفه، ضيف سلفات حديدوز وسلفات منجنيز وسلفات زنك، اخلط كله مع بعضه كده، وابدأ ضيف زي ما احنا ضايفين كده اهوت. معلش هو المطر نزل بس يعني مسح الليلة ديت، ولكن موجودة، تمام. وبعد ما بتخمر الحاجات دي كلتها بتدي ميه كويسه، الحمد لله جات لنا ميه من عند الله يعني، فبتنزل تعمل عمليه التقليب، الحاجه دي تقليب، بتعمل لها ميكس او تقليب مع بعضها وخلط مع بعضها، بحيث ان الماده العدويه ما ينفعش تتساب على سطح التربه معرضه للشمس، لانها بيحصل لها مشاكل كتير وبتفقد عناصر غذائيه كتير، وقصه الاكسده والكلام اللي احنا عارفينه ده كلته، تمام. فعشان كده بنخلط الليلة ديت في بعضها كلها، العناصر المعدنية والعضوي بنخلطه مع بعض مع جسد التربة، وبنحط الخراطيم بتاعنا وبنسمد، وبنبدأ نفرد الملش بتاعنا، نبدأ نفرد الملش أو ما يسمى بالبلاستيك اللي هو تحت الفراولة. في ناس بتحطه من فوق الفراولة، وأنا كنت عرضت فيديو الأسبوع اللي فات ناس بتحطه، وده طبعا يعني في الأول وفي الآخر مش كويس بالمرة، يعني لأنه بيبهدل النبات بهدلة كبيرة جدا، بالإضافة بيبهدل النبات، بياخد له شوية فترة كبيرة متبهدل، تمام. وقد يكون الولاد ساعة ما بيضرب ايده من فوق البلاستيك ممكن يعمل خلخلة للنبات. المهم في كل المقاييس العملية الملش اللي هو بتحط فوق النبات ده مش في صالح النبات بالمرة، فتحاول تبعد عن الليلة دهيت. وزي احنا ما عرضنا يا جماعة للملش احنا حاطينه، بنحطه ازاي على الارض بتاعتنا، بنفرده كويس، تمام، فوق الخراطيم بعد ما بنجهز الارض خالص، وبنبدأ نحط الملش وبنبدأ نخرمه. الخروم بتاعتنا بنزرع على 30 سنتي، تمام، على 3 خطوط 30 سنتي، تمام، بحيث ان انا بستخدم في التخريم ماسورة بتكون حادة كده شوية، بنحطها على الملش وبنبدأ نحرك ايدي نص دايرة كده، بتبص تلاقيها قامت قطعة البلاستيك على طول، وفي بلاستيك جاهز، وفي
اللي هو التاني اللي عامل زي القطن ده، حاجة كده يعني. المهم المتاح عندك اشتغل بيه، ولكن انا ضد بصراحة ربنا العملية الملش اللي هو فوق النبات، عملية الملش اللي فوق النبات. واحنا بنجهز في 4 اصناف عايز ازرعهم، اللي هو الفيستيفال اللي موجود في مصر في صنف زراعته السنة اللي فاتت اسمه سويت آن، في الفلوريدا بيوتي، وفي ده صنف اسمه صنبيشن ولا مش عارف ايه كده. المهم يعني هو صنف برضه موجود لسه، هنشوفه الكويس فيهم هنبدأ نشتغل عليه بإذن الله تعالى. تمام، وبإذن الله تعالى هنوري الزراعة زرعنا ازاي، تمام، والشتلات بتاعتنا اتجهزت ازاي، لان انا لا اميل الا للشتلات اللي جاية في الصواني دهيت، وسهل جدا ان حضرتك تعملها عندك، تعمل لك دروة كده كويسة او مشتل على قدك كده وتبدأ تشتغل فيه. كل حاجة سهلة جدا، ولكن الناس للأسف الشديد يعني اتخذت يعني اللي بتستسهل في الموضوع ان انا اروح اجيب شتلتي وخلاص. لا، انت هتفشل مرة مرتين، المرة التالتة هتبقى محترف في قصة الشتلة ديت، وامورك هتبقى طيبة. الشتلة اللي احنا بنستخدمها طبعا بتبقى ما بت يعني بتبقى نازلة الارض جاهزة، بتشتغل على طول زي شتلة الطماطم وشتلة الفلفل والكلام ده كله، وامورها بتبقى كويسة بخلاف الشتلات اللي هي ممكن تجيبها وبتستخدمها على طول كجذور كده، بيغيب منها كتير وبتبقى مشاكلها كتير. ده وضع الشتلات عندنا في اللي المفروض يكون عليه يعني الوضع. تمام، مجموع جذري قوي، والدنيا اللي انت بتشوفها ده هي. تمام، حياكم الله، وتكلمنا عن تجهيز الأرض للزراعة تمام التمام، والحرث بتاعها والتشميس قبل ما تبدأ، والدنيا دي في حالها. لو قدرت تنفذ اللي احنا قلنا عليه ده هو، يبقى انت قضيت قول يا اخي 25% من نجاح المحصول بتاعك. تمام، لان اي عمارة بتحب تبنيها لازم تأسسها كويس، وسماد الاساس ده هو الاساس، عمارة الفراولة. تمام، حياكم الله، شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.